السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سماجدة حمدان من مدارس القيروان النموذجية. أعزائي طلاب الصف العاشر، اليوم إن شاء الله رح نبدأ وحدة الأرصاد الجوية. ووحدة الأرصاد الجوية وحدة ممتعة وجميلة جدا، فهي تتكلم من اسمها عن الجو. لكن بالأول خلينا نعرف ما المقصود بالأرصاد الجوية. فالأرصاد الجوية هي عبارة عن علم قام بذاته، وهذا العلم يهتم بدراسة المناخ والظواهر الطبيعية المختلفة، ويتركز على معطيات مثل درجة الحرارة، اتجاه وسرعة الرياح، الضغط الجوي والرطوبة، وأيضا يقوم بدراسة الغلاف الجوي والغيوم. ولدراسة علم الأرصاد الجوية يجب على عالم الأرصاد أن يكون عنده إلمام بعدة علوم، ومن هذه العلوم الرياضيات وفيزياء وأيضا علوم الأرض. فعلم الأرصاد الجوية له أهمية كبيرة، حيث يقوم الأرصاد الجوية بدور كبير في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومجالات الحياة اليومية، من زراعة وسياحة وتخطيط عمراني، ولتحديد أيضا مواقع المطارات والموانئ البحرية وخطوط النقل، الطاقة والمواصلات والسدود، وأيضا عند إقامة أي منشأة من المنشآت يعتمد على معطيات الأرصاد الجوية، وذلك بهدف توفير الشروط الملائمة لتلك المنشأة، وأيضا لتخفيف من آثارها السلبية قدر الإمكان على البيئة. ويعتمد اختيار توفير الشروط الملائمة وإقامة إنشاء المطارات ومدارجها أيضا على دراسات زمنية سابقة ومتوقعة للأحوال الجوية. وأيضا تهدف خدمة الأرصاد الجوية إلى تمكين الإنسان من استغلال الكثير من مصادر البيئة الطبيعية وتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح وأشعة الشمس. كما أسهمت الأرصاد الجوية في تجنيب الإنسان الكثير من الويلات، ولا سيما في المناطق التي تقع في طريق الأعاصير الجوية العنيفة، حيث إنها طبعا تتنبأ بحدوث الأعاصير وبتعطي تنبيهات إلى الناس. أيضا لا ننسى دور الأرصاد الجوية في الأعمال العسكرية. فعلى سبيل المثال، كان تحديد ساعة الصفر في حرب أكتوبر سنة 1973 طبعا بمرجعية إلى تنبؤات الأرصاد الجوية، وذلك لضمان سلامة الطائرات من أخطار الحالة الجوية. لذا تم تزويد طبعا القائد الطائرة في المطار بالحالة الجوية ومتى يقلع ومتى يهبط وإلى آخر من الأمور. أيضا أهمية الأرصاد الجوية للطيارين بتعطي مثلا الظواهر التي سيتم رصدها في كالرياح، سرعتها، اتجاه الرياح، أيضا الغيوم، أنواع الغيوم، ارتفاعها وقواعدها. أيضا بتعطينا مدى الرؤية الأفقية والرأسية ودرجة حرارة الهواء و شغلات كثيرة، ومنها الضغط الجوي وانخفاض الرؤية إلى آخره. ومع توفر هذه الشروط طبعا بيكون في توفر أمور السلامة. نأتي الآن إلى الطقس اللي هو موضوع درسنا، لأنه بنتكلم عن الأرصاد الجوية. طبعا الطقس احنا بنعرفه واخذنا تعريفه في السنوات السابقة بأنه هو عبارة عن حالة الجو التي تشهدها منطقة معينة ما نتيجة تقلبات تحدث في الغلاف الجوي. طبعا التقلبات اللي احنا بنحكي عنها اللي هي الرياح والأمطار والأعاصير وإلى آخره. وطبعا هاي الحالة الجوية
خلال يوم أو يومين أو أسبوع، أو ممكن يتغير الطقس خلال دقائق أو أيام، أو من موسم إلى موسم آخر. وطبعا من هذه التقلبات التي تحدث في الغلاف الجوي منها شروق الشمس، حدوث الهطول. وطبعا احنا بنعرف ان الهطول ثلاث انواع، اللي هو المطر، البرد، والثلج. ايضا من التقلبات الطقس اللي يتكون السحب والرياح والعواصف، وايضا اهم شيء تشكل الصقيع ونزول الثلج وحدوث العواصف الرعدية وغيرها كثير من التقلبات الجوية. وبسبب هذه التغيرات يؤثر الطقس طبعا في حياة الإنسان، في أنشطته من عدة نواحي كثيرة. أيضا الطقس بيأثر في شعور الإنسان ونظرته للعالم، ويمكن للطقس القاسي مثل تشكل الأعاصير والعواصف الثلجية بيعطل حياة الكثير من الناس ويؤدي إلى الدمار بسبب هذا حالة الطقس. وفي عنا طبعا يوصف الطقس من خلال عناصره أو مكوناته. طبعا بيعرف العالم الأرصاد الجوية يستطيع من خلال ملاحظة هذه العناصر ومراقبتها إنه يتنبأ بما سيكون عليه الطقس في المستقبل القريب. ومن هذه العناصر اللي هي الرياح، سرعتها، اتجاهها، درجة الحرارة، الضغط الجوي، الرطوبة، الغيوم والهطول وإلى آخره. نأتي إلى أهمية طبعا الطقس، أهمية التنبؤ بالطقس. طبعا التنبؤ بالطقس يعتبر أهم الأسباب العملية لوجود الأرصاد الجوية. فالتنبؤ بالطقس هو محاولة خبراء الأرصاد الجوية التنبؤ بحالة الغلاف الجوي في وقت ما في المستقبل، وتحديد أيضا الظروف الجوية المتوقعة. ويتم التنبؤ بالطقس عادة من خلال تطبيق بعض مبادئ علم الفيزياء. إذن علم الفيزياء مهم جدا في الأرصاد الجوية وفي تنبؤ بحالة الطقس. طبعا مع استخدام أيضا التقنية الإحصائية والتجريبية والعلمية. طبعا يتضمن التنبؤ بالطقس اللي هي ظواهر الغلاف الجوي المختلفة، بالإضافة أيضا إلى التغيرات التي تطرأ على سطح الأرض بسبب الظروف الجوية المتعددة. ومن هذه طبعا الظروف كمية الثلج والجليد التي تغطي سطح الأرض، أيضا المد والجزر والفيضانات. أيضا التنبؤ بالطقس مهم جدا للأفراد والمؤسسات، فالتنبؤات الدقيقة للطقس تعطي للمزارعين بيانات عن أفضل الأوقات للزراعة، وأيضا بتعطيهم الصقيع أنه يهتموا ويديروا بالهم، وتعطي أيضا معلومات لأبراج مراقبة الطيران الطيارات، وليتم طبعا إرسالها للطائرات قبل الهبوط أو الإقلاع. أيضا مهم لسكان المناطق الساحلية اللي قريبين من البحر بيكونوا، حتى تنبههم من اقتراب الأعاصير قبل أنه يصير ضرب لهذه المنطقة. ونأتي الآن إلى الكتل والجبهات الهوائية، وهو موضوع درسنا. طبعا إحنا يؤدي التقاء الكتل الهوائية إلى تشكل الغيوم، وكتير بنشوفها بالسماء. لكن الغيوم هاي بتختلف عن بعضها البعض في ألوانها، في أحجامها، أيضا في كمية الأمطار التي تحملها، وأيضا إلى طبيعة الطقس اللي بيصير. فالكتل الهوائية طبعا تؤثر في حالة الطقس، لأنها بتنتقل من مكان إلى مكان آخر، وبتتأثر بأنظمة الضغط الجوي، وبتحدد طبعا نوع الكتل الهوائية، بتحدد هي نوع الجبهات الهوائية اللي متشكلة في منطقة ما. و
كتير احنا بنسمع في نشرة الاخبار الجوية وخاصة في فصل الشتاء انه كتلة هوائية باردة بتتحرك باتجاهنا جاي من منطقة الى منطقتنا، سوف تؤدي الى انخفاض درجة الحرارة. احيانا بنسمع انه في كتلة هوائية دافئة قادمة ناحيتنا وستؤدي ايضا الى ارتفاع درجة الحرارة. اذا يا عاشر، ما هي الكتلة الهوائية؟ الكتلة الهوائية هي عبارة عن كتلة كبيرة ضخمة من الهواء تتشكل فوق مساحة شاسعة وإلها هاي خصائص وصفات متجانسة من حيث درجة الحرارة والرطوبة عند كل مستوى أفقي من مستويات الكتل. طبعا في مستويات بتتشكل عليها وبتتعرض للمناطق المختلفة من العالم إلى أنماط مختلفة من حالات الطقس اللي بتصير. مثلا منطقة البحر المتوسط تتعرض للحرارة والجفاف، طبعا هي منطقتنا البحر المتوسط، والجفاف في فصل الصيف. أيضا تتعرض للبرودة والرطوبة في فصل الشتاء. طبعا هذه التغيرات اللي بتتعرض إلها المنطقة كلها بتكون نتيجة تحرك الكتل الهوائية الضخمة. فالكتل الهوائية ممكن تمتد أفقيا فوق مساحة واسعة على سطح الأرض قد تصل إلى آلاف الكيلومترات، وممكن إنها أيضا تمتد رأسيا بضع كيلومترات قد تصل إلى 10 كيلومترات تقريبيا. طيب الكتل الهوائية خلينا نعرف مصادرها. طبعا بتتكون كما قلنا انه الكتلة الهوائية من تجمع ضخم من الهواء له خواصه المتجانسة في الاتجاه الافقي من حيث الرطوبة والحرارة، وقد تمتد الكتل الهوائية في بعض الاحيان الى الاف الكيلومترات افقيا او بضع كيلومترات رأسيا. فبتسبب طبعا تأثير على هذه المنطقة اللي هي موجودة عليها، وبتنشأ طبعا عندنا الكتل الهوائية وبتكتسب صفاتها بسبب استقرار الهواء في هذه المنطقة الجغرافية المتجانسة في صفاتها، ومن حيث طبعا الحرارة وكمية الرطوبة. طيب المناطق اللي بتكون موجود عليها الكتل الهوائية بتمتاز بالعديد من الميزات أو الخصائص أو الصفات، منها تكون الرقعة الجغرافية يعني مساحتها تكون واسعة ومستوية، أيضا سرعة الرياح بتكون فيها قليلة، أيضا بتتميز بضغط جوي عالي وهذا يساعد على استقرار الهواء في هذه المنطقة. من المناطق اللي بتتشكل فيها الكتل الهوائية عندنا بتتشكل على المسطحات المائية كالمحيطات، أيضا في الصحاري الواسعة كصحراء الكبرى، وتتشكل أيضا في السهول الواسعة كسهل سيبيريا، وعلى المسطحات الجليدية الضخمة مثل القطب الشمالي. إذن هذا تعريف الكتلة الهوائية وخصائصها اللي تكونت. نأتي الآن إلى الخصائص أيضا للكتل الهوائية. طبعا الخصائص الكتل الهوائية بتتأثر بعاملين، العامل الأول اللي هو مصدر الكتلة الهوائية وهو المنطقة الواسعة التي تكتسب الكتلة الهوائية خواص سطحها كما قلنا، وبشكل عام تتكون الكتل الهوائية فوق المناطق التي تتأثر بمرتفعات جوية حيث يجب أن يكون الجو أكثر استقرارا، فهناك تصبح الكتلة متجانسة وذات خصائص معينة. أما العامل الثاني اللي هو مسارها، مسار الكتلة الهوائية، بتتعرض طبعا الكتلة الهوائية لبعض
التغيرات في خواصة من مكان لمكان، وذلك طبيعة المسار اللي هي انتقلت له أو سلكته أو بعد تكونها أيضا، ممكن إنها كانت متكونة في منطقة انتقلت على منطقة تكونت كتلة تانية، ممكن تكون دافئة بعدين بتصير باردة. أيضا إذا هالكتلة هاي المسار الذي تسلكه ممكن إنها تمر على منطقة أكثر دفئا كما قلنا أو أكثر برودة منها أو على منطقة ممكن أكثر منها بكل إشي مثلا، أو ممكن إنها تمتد رأسيا بالتدريج لتشكل الكتل الكتلة كلها. وهي التغيرات الخصائصية طبعا الخواص الطبيعية للكتلة الهوائية تتغير في الطبقات السفلى منها، وفي أيضا توقف معدل التغير في الكتلة الهوائية أو سرعته على مدى الفرق بين الخواص الأساسية للكتلة الهوائية وخواص السطح الذي تمر فوقه. وبهيك بنكون خلصنا درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.